مستمعينا اليوم بحلقتنا بأسبرين، من يعتقد بأن فيينا هي الحل فقد فشل باعتقاده. دولة شيدت قصورها من رمال الكذب، رائحة إلى الزوال. وروسيا تزيد الماء على الرمل لعل القصور تبقى، لكن شمس الحرية لسعتها بشمسها الحارقة موصلة إياها لدرجة الفتات. رح نحكي اليوم بعدة فقرات. فقرة الأولى، دولة مشكلة من رمال الكذب، هذا ما أورثه الدكتاتور ألاب. فقرة الثانية، رهانات على ما بعد فوز حزب العدالة والتنمية. الفقرة الثالثة، روسيا تشرك إيران في فيينا لإقصائها وفرض الدور الروسي. وعنوان حلتنا، مؤتمرات لنصب الأفخاخ وتقليص حجم الورثة. بالفقرة الأولى من حلقة اليوم، دولة مشكلة من رمال الكذب، هذا ما أورثه الدكتاتور الأب. مقال الكاتب حازم صاغية بصحيفة الحياة بعنوان ميراث حافظ الأسد، بيقول: لا تكتفي الحجج التي تخفف من أثار الغياب السوري عن فيينا لإقناع من يريد أن يقتنع، فأن تلتقي عشرات الوفود من دول الإقليم ودول العالم كي تبحث في وضع شعب وبلد غائبين عن اللقاء، فهذا إنما يمسح الجرح بالإهانة. وهذه الوجهة مسحوبة إلى مداها الأبعد، ترقى إلى معاكسة صريحة لكل ما ترمز إليه مصطلحات حقوق الشعوب أو حق تقرير المصير أو غير ذلك. وكم تتبدى هذه الوجهة فاقعة إذا ما قورنت بأجواء مؤتمر باريس للسلام في عام 1919، والذي صيغ فيه العالم بما فيه الشرق الأوسط المعاصر الذي يتصدع الآن. ذاك أن الزمن الفاصل بين تاريخ النشأة الأولى ويومنا هذا هو تاريخ تحلل سوريا التي لا يمثلها في فيينا نظامها الأسدي، وتحلل الشعب السوري تحت وطأة البراميل والكيميائي والسكاكين وأشكال الموت والتهجير الكثيرة، وهو الشعب الذي لا تمثله في فيينا أي من معارضته الكثيرة. من المعلوم أنه مؤتمر شد اللحف كان عم ياخد صبغة تقسيم بحضور أممي. عم تحس أنه هلأ مو سايكس بيكو، هلأ أمم بيكو. أحد الدبلوماسيين اللي رفض ذكر اسمه قال أنه هناك على ما يبدو أحداث تجري، وكان خيار التقسيم فيها حاضرا كأحد الخيارات الأخيرة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، وفي حال تم اتباع نمطية الحل الطويل. إيه بس كمان محايل الاستراتيجية، نصف الدول ستنسحب ورح تتخذ خيارات منفردة. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه هون، هل فعلا دول الاجتماع قادرة على اتخاذ قرار منفرد في مسألة المساعدة بإطاحة رأس النظام؟ مهم بيكمل الكاتب بيقول: وإذا جاز تعيين المسؤول الأول وأن لم يكن الأوحد عن هذه الأيلولة الكارثية، فهو لن يكون أحدا سوى حافظ الأسد. ذاك أن ما يحصل اليوم هو النتيجة الطبيعية لسياسة حولت الوطن السوري، وقد كان مشروعا محتملا، إلى مجرد وظيفة استراتيجية ففرغته من كل داخل. ومع بشار الأسد توجت هذه السياسة برهن سوريا للروس والإيرانيين والتنظيمات الطائفية اللبنانية والعراقية التابعة لهم. فالميراث الأسدي وأهمه جعل البلد لاعبا كبيرا وفقا لجوقة من الممالئين وجوقة أخرى من السذج والقصيري النظر، تقابله اليوم استعدادات جدية لدى عدة دول للتعامل مع ما بعد سوريا، وليس فقط مع ما بعد الأسد. وغالب الظن أن الكلام الدبلوماسي الذي يقول عكس هذا لا يعدو كونه كلاما دبلوماسيا. يعني المزرعة اللي شكلها المقبور حافظ الأسد ما اشتملت غير على إيديولوجيات تعتمد على البقاء رغم الخراب، أو بالأحرى البقاء بشرط الخراب. خطاباته مخابراتية ومؤسساته مخابراتية، يعني لم تنشأ إلا لضمان بقائه. هي السياسات والاستراتيجيات اللي بتعتمد على تشييد القصور من رمال من كذب صار لازم تنهار على رأس الناس اللي شيدوها. فاصل ومنرجع. ب
بالفقرة الثانية من حلقة اليوم، مقال الكاتب جهاد الخازم بصحيفة الحياة بعنوان أردوغان فاز بالانتخابات لا بالسلام. بيقول: حزب العدالة والتنمية فاز بغالبية كافية للحكم منفردا في تركيا، لكن هل يفوز بالسلام؟ الانتخابات أجريت على خلفية عنف حصد مئات الأرواح بعد أن انهارت الهدنة مع حزب العمال الكردستاني. وفي العاشر من الشهر الماضي قتل 102، غالبيتهم من الأكراد، وجرح مئات بانفجارين ضربا مهرجان سلام في أنقرة. وكان سبق ذلك مقتل 33 وجرح أكثر من 100 في سروج. وفي الحادثين كانت الشكوى من غياب رجال الأمن، وكأن غيابهم متعمد. مع هذا وذاك، تعرض الإعلام المحلي لحملة عنف، فقد اعتقل الصحفيون واعتدي على آخرين، وأغلقت محطات تلفزيون بزعم علاقة الشركة المالكة بالداعية فتح الله جولن المقيم في بنسلفانيا. وكان السلطان رجب طيب أردوغان قال عن جندي اغتيل أنه ذهب إلى مكان أفضل وأسرته سعيدة. وثارت المعارضة على هذا الكلام، ونشرت مجلة رسمية كاريكاتوريا يسخر من أردوغان. الانتخابات أجريت وديار بكر معقل الأكراد، تشهد عمليات كر وفر بين الشرطة والمعارضين، ولجأ رجال الأمن إلى إطلاق الرصاص في الهواء لإخافة المتظاهرين وإرغامهم على التفرق. حزب الشعوب الديمقراطي كانت الطلقة الأولى إله ضد الأتراك. بالنسبة للأكراد، الموضوع أخذينه من منطلق مصير إلى تشكيل دولة، زاجين كل ميليشياتهم بالشمال السوري، وللموافقة على الحصول على هذا الشيء عقدوا مساومة بمحاربة تنظيم الدولة بالشمال السوري، وهذا الشيء مقابل الحصول على الأراضي اللي استولوا عليها من التنظيم. مع المطامع المستقبلية، هذا راح يخلي الأكراد تشط ريالتون مثل ما بقولوا على الجزء الجنوبي من تركيا، وتشكيل دولة، خاصة أنه الجنوب ذو غالبية كردية، راح يطالبوا بالانفصال. يعني استيطان وسرقة أراضي وتشكيل سرطان جديد بين سوريا وتركيا والعراق أيضا. فالأتراك بانتخاباتهم اختاروا السلام واختاروا محاربة التقسيم. المهم، بيكمل الكاتب بيقول: هل يستطيع أردوغان أن ينهض بالاقتصاد وهو يواجه حربا مع حزب العمال الكردستاني وحروبا على حدوده مع العراق وسوريا، حيث سجل الأكراد نجاحا كبيرا في السيطرة على مناطقهم وصد الإرهابيين من داعش عند دخولها؟ لا أحتاج إلى المغامرة بجواب الآن، لأن الرد سيأتينا خلال أسابيع قليلة. وكانت استطلاعات الرأي العام كافة عشية الانتخابات الأخيرة أظهرت أن فوز حزب واحد بغالبية برلمانية أمر أصعب، وجاءت النتائج لتظهر خطأ الاستطلاعات. فحزب العدالة والتنمية استرد الغالبية التي خسرها في انتخابات حزيران الماضي، وعاد حزب الشعب الجمهوري وحزب العمل الوطني إلى البرلمان، وكذلك حزب الشعوب الديمقراطي الذي يضم تحالفا من الأكراد واليسار. هلا يعني أردوغان لما استلم رفع الليرة التركية لمستويات ما شهدتها تركيا من 30 عام، كان رجل سلام على ما يبدو، يعني رجل عقد اتفاق سلام مع حزب العمال حقنا للدماء، بس الهواجس الكردية ما زالت موجودة اللي عم تطمح لتشكيل كانتونات كردية، وهلأ شفنا كيف عم تشكل بعين العرب، لا وسمتها بمسمى تاني من عندها طبعا. فاصل ومنرجع. بالفقرة الأخيرة من حلقة اليوم، مقال الكاتب حسين عبد العزيز بصحيفة العربي الجديد بعنوان بيان فيينا وتفاهمات جديدة. على الرغم من إقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بفشل اجتماع فيينا لعدم الاتفاق على مصير الأسد، فإن الاجتماع بحد ذاته شكل تطورا مهما على صعيد حل الأزمة السورية. فلأول مرة تشارك قوى إقليمية متعارضة حول سوريا على طاولة واحدة،
ولأول مرة يجري التوافق على شكل سياسي موحد للحل في سوريا. ولأول مرة يتم استبعاد السوريين أنفسهم من اجتماع دولي موسع كهذا. ولأول مرة تبدأ الأطراف بتحديد هوية الفصائل والقوى التي تقع خارج دائرة الإرهاب. وقد بدا واضحا أيضا أن الاجتماع سيكون مختلفا عن أي اجتماعات سابقة مخصصة لبحث الأزمة السورية، حيث ظهرت مؤشرات إيجابية عدة قبيل عقده، منها أولا تلميح إيران إلى تفضيلها مرحلة انتقالية مدتها 6 أشهر تعقبها انتخابات لتحديد مصير رأس النظام بشار الأسد، على الرغم من نفي أمير عبد الهيان نائب وزير الخارجية الإيراني وعضو الوفد الإيراني في المحادثات هذا الكلام الذي نسب إليه. ومنها ثانيا إعلان مندوب روسيا في مجلس الأمن في تالي تشوركين من أن النظام السوري أوقف القصف بالبراميل المتفجرة إثر دعوات متكررة من موسكو بشكل خاص لوقف استخدامها لتجنب سقوط ضحايا مدنيين. ومنها ثالثا تصريح ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي بأن موسكو والرياض تبادلتا قوائم بشكل الشخصيات المعارضة التي يمكن أن تشارك في مفاوضات مع الحكومة السورية بما فيها جيش الحر والأكراد. يعني قيل أنه محفل فيينا ذهب للاتفاق على مصير رأس النظام. إيران هلأ عم تحاول تفرض رأيها بالمؤتمر بوصفة شريك ويجب الرجوع إليها، فهذا اللي بتطمح له أنه يرجعوا له بشأن مصير رأس النظام. وبعد ما اكتشفت على حد قول محللين أنه هي كانت دعوة لإيران من أجل إقصائها وفرش الدور الروسي على طاولة المفاوضات، يعني الروس عم بيحاولوا يقلصوا الدور الإيراني بالمفاوضات وبسوريا. وهذا هلأ عنوان المرحلة، لما حكى نائب وزير خارجية إيران أنه راح تنسحب، أنه إيران راح تنسحب من المفاوضات إذا ما كانت غير بناء طبعا، يعني إذا ما إجت على هواها. وهلأ عم تتهم روسيا بأنه هي جاي مشان مصالحها. ليش دخلك الإيرانيين لشو جايين يعني على سوريا؟ ولا عم تزكوا حالكم يعني مثلا، أو عم تزودوا على بعض؟ ما انتوا الاثنين أسوأ من بعض يعني. ما بعرف المعارضة اللي عم تحاولوا تقولوا انه هي رح تفاوض النظام، هاي المعارضة المنتقاة او المدجنة خلينا نقول، اللي اختار رأس النظام وجماعة روسيا وإيران لتصيغ الحل بدون اي اعتراف من الشعب السوري. ما علينا، بيكمل الكاتب وبيقول انتهى الاجتماع باتفاقه 17 دولة إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على نقاط 9 شكلت مبادئ عامة للحل السياسي في سوريا: وحدة سوريا واستقلالها وهويتها العلمانية، بقاء مؤسسات الدولة، تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة، وضع دستور جديد، إجراء انتخابات جديدة، تنفيذ وقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد. تشكل هذه النقاط تطورا إيجابيا من حيث المبدأ، وإن لم تصل إلى المستوى الذي تنشده المعارضة السورية وداعموها الإقليميون، لكن ثمة جديد هنا، فقد انتقل التفاهم من المبادئ العامة الفضفاضة إلى المضامين السياسية والآليات التي يجب اتباعها والتي ستكون مثار نقاش الاجتماعات المقبلة. اعتمد البيان الختامي لاجتماع فيينا على بيان مجموعة العمل الدولية بيان جنيف وتجاوزه في آن معا، فالفقرة 7 من بيان فيينا تؤكد أن آلية الحل السياسي متضمنة في بيان جنيف بعدما أصبح قاعدة سياسية وقانونية وفق المادتين 16 و17 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 خصوصا فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية. وفي الوقت نفسه تم تجاوز وثيقة جنيف لجهة شكل هيئة الحكم، فبعدما أكدت الوثيقة على ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة يشارك فيها النظام والمعارضة مناصفة، دعا بيان فيينا إلى تشكيل حكومات ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية. وهناك فرق كبير بين الحالتين، في الأولى تنتزع صلاحيات الرئاسة
وتعطى إلى حكومة التي ستكون مشرفة على المؤسستين العسكرية والأمنية. وفي الحالة الثانية لن تكون الحكومة المقررة تشكيلها ذات صلاحيات كاملة، وإنما ذات صلاحيات معقولة يجعل منها حكومة جديرة بالثقة. طيب فرجينا أي من هدول النقاط بحل الأزمة السورية؟ تشكيل الحكومة المدجنة اللي رؤوسها راح يكونوا عبارة عن أشخاص منتقيين من روسيا ومن إيران، وكأنه بيحسسوك أنه الخلاف جاي صاير بين الاثنين، يعني على أساس يعني بالحكومة اللي بدون شكلوها بدون مندوب عن إيران وبدون مندوب عن روسيا وبدون مندوب يعني واحد أو ناس يضمنوا مصالح الكل بسوريا بغض النظر عن الشعب وشو بصير فيه. يعني أي من هدول النقاط بحل الأزمة السورية اللي سببها المقبور حافظ وابنه أبو البامبرز هذا اللي جاي جديد؟ يعني أنتوا مثلكم مثل اللي عم يكتب شي جريدة وجاي ورجينا الإصدار الأول تبعه ويحكينا عن فقراته، لا في صورة واضحة شي بيحكي لك بدنا نحافظ على مؤسسات الدولة. أنو مؤسسات اللي عم تقتل بالشعب السوري؟ مؤسسات استخباراتية مرقمة بأرقام رعب. وشي بيحكي لنا بدنا نحافظ على رأس نظام وهون ما بنكون حلينا المشكلة؟ لا، وشخص حكى عن بيحكي لك انه بدنا شو اسمه دولة متعددة الطوائف و و و و ما انتوا عم تحاربوا مع شخص اخذ مبدأ الطائف الوحدة انه انا وبس. ولا شخص حكى عن مصير الشعب اللي قتل نصفه وشرد النصف الآخر. طيب مين؟ أجوبة وأسئلة معقدة بحجم عقد المجتمعين بمؤتمر فيينا. ليش الاجتماعات إذا ولا واحد من الدول قادر يقرر شيء حتى لو قرار منفرد؟ ولا هذا سبب الاجتماع أنه ولا شخص قادر أنه يقرر قرار منفرد؟ كان عنوان حلقة اليوم مؤتمرات نصب الأفخاخ وتقليص حجم الورثة. حكينا بعدة فقرات، الأولى دولة مشكلة من رمال الكذب هذا ما أورثه الديكتاتور الأب. فقرة الثانية رهانات على ما بعد فوز حزب العدالة والتنمية. الفقرة الثالثة روسيا تشرك إيران في فيينا لإقصائها وفرض الدور الروسي. للاستماع لحلقتنا فيكن تتابعونا على صفحة راديو أورينت على الفيسبوك. كان معي من الهندسة الإذاعية مهند القصوص، وكنت معكم بالإعداد والتقديم هادي أحمد. شوفكن غدا إن شاء الله بحلقة جديدة. أداد هادي أحمد، موسيقى خالد قطرميز، إنتاج راديو أورينت 2015. عاشت الثورة، سوريا مع الثورة.